ولكن ما الفائدة يعني عند المسلم، عند المسلم البشر هو كالحشرة لا قيمة له، لذلك كان أعضاء الحكومة يضحكون وهكذا. شايف المنظومة في ليبيا؟ في الجزائر، الجزائر نفس الشيء، شعب مغلق لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن، المهم نحرر فلسطين. يعني كم بعيدة هي الجزائر؟ المهم أن نحرر فلسطين، هذا هو الهدف. بلد متخلف 90% بلد صحراوي، صحراء أوكي. وهذا نلوم تخلف الجزائر على الفرنسيين أوكي. نلقى لكم تخريجة فيها. المغرب دولة لم تستعمر يوما، هي دوما كانت مستقلة. المغرب دوما كانت مستقلة ولو حتى بالعنوان، ولكنها دولة مستقلة. ماذا فعل المغرب؟ الملك قال أنه سيبني جامع بعد الزلزال مباشرة، كان همه أن يبني الجامع. يعني الله الذي لا يحتاج بيت تبنون له بيوت، بينما الإنسان الذي يحتاج بيت لا تبنون له بيت، بل ينام على الشارع.